وهذا اللاعب السنغالي فاي محمد منصور ورفقاء اللونيسي كلهم يطمحون هذا الموسم لأهداف كثيرة وربما لتتويج. الزميل حسن جابر وقف على هذه الطموحات وأعد لنا هذا الروبورتاج. اتحاد الحراش أو السمسم أيام زمان، اسم اقترن بتاريخ الكرة الجزائرية، ومدرسة عنوانها التكوين والاعتماد على العنصر الشاب. الفريق الحراشي شأنه شأن كل أندية النخبة، استعد وحضر للموسم الكروي الجديد، وهذا الموسم عرف الفريق مرحلة تغيير الجلد وركب موجة التجديد كما يقال. فالتشكيلة الحراشية تجددت بنسبة كبيرة جدا، وحتى العارضة الفنية أكلت للمدرب الفلسطيني السيد حاج منصور لضبط أمورها. أنا كمدرب محترف أي مكان يكون تتوفر فيه الشروط اللازمة للعمل ممكن الواحد يشتغل فيها، إذا كان في تحسين لظروفه خاصة من الناحية النفسية والمادية. نجاح كل موسم كروي بالنسبة للأندية مرهون بمدى جدية التحضيرات التي تسبق كل انطلاقات جديدة، وبالنسبة للفريق الحراشي الأمور لم تضبط كما كان متوقعا، وهبت الرياح بما لا يشتهيه المدرب حاج منصور. تحضيرنا كان أعرج مثل ما حكيت لحضرتك، لأنه قلت لك حضرنا فريق وعم نلعب بفريق آخر، وهذا بسبب عدم وجود شروط وضوابط للانتقالات اللاعبين، وعدم وجود يعني بالجزائر في احتراف مخفي باللا نظام. لما بيصير في نظام وتنظيم العملية إداريا وفنيا ومن كافة النواحي بيصير الأمور أوضح وبتصير العملية أسهل، مو لنادي الحراش فقط، لكل الأندية الجزائرية. كما سبق ذكره فالهيئة المديرة لفريق اتحاد الحراش رهنت هذا الموسم على ورقة التشبيب بعد النزيف الذي عرفته التشكيلة التي لعبت الموسم الماضي، بذهاب أبرز الأسماء الحراشية أمثال بشوش، حرابي، بن عمار، غول. وفي المقابل استقدم الفريق لاعبين جدد جاءوا من جهات مختلفة نتركها تقدم نفسها للجمهور. فريق مولود شباب الحراش. مصطفى كراش أولمبيندية. ديب رفاق شباب قسنطينة. مختي شعب النور أولمبيندية. دربال حبيب سلام المشري. ديجار حاكم كنت في فريق بن عكنون. وما تنون تيري شباب الجاية. هلا جمان صوفي مناسك لسي لاشان داخل الذكاء. عودة خالد لونيسي إلى فريق اتحاد الحراش سيعطي قطعا دفعا معنويا للعناصر الشابة لخوض مشوار الموسم الجديد الذي سيكون أحسن من سابقه في منظور السيد حاج منصور. أهداف أنا بلغت أنه بعد المباراة الخامسة ممكن نتحدث عن الأهداف، لأن يكون اكتمل تحضيرنا بشكل مقبول، والنوعية كمان نوعية اللاعبين الموجودة عندنا هي اللي بتحدد بالنهاية مع فريق العمل شو الأهداف اللي ممكن نبرمجها. بعد عودة لاعبنا الدولي خالد لونيسي يعني كل الاحتمالات مفتوحة، وبنوعدهم انه ما راح نكون أسوأ من السنة الماضية، راح نكون بالضرورة أفضل. بالتوفيق لاتحاد الحراش ولكل الأندية الجزائرية ضمن بطولة هذا الموسم، أتمنى فقط أن تكون بطولة رائعة من كل الجوانب وفي روح رياضية عالية.